السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيما كتشوفوا انا خرجت نحش شوية ديال القزبور. لا، معدنوس 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 ماشي القزبور. حتى التسميات ديالهم كيتلفوا لي، مابقيتش عارفة شكون فيهم اللي زرعنا هنا وشكون اللي زرعنا هنا، ولكن في الاخر يمكن هذاك هو القزبور وهذا هو المعدنوس. كنظن هو هذا المعدنوس. المهم ما عليناش، رانا قطعته و مشيت باش ندير كيما قلت لكم ميني بسطيله. كتجربه، اول مره غنجرب ميني بسطيله، لان كنت قلت لكم درت واحد البسطيله كبيره، ولكن كنت الورقه كنت شاريها ما مصاوبهاش. دابا غادي ندير 100% هاند ميد، كل شيء مصنوع بيدي، ونشوفوا النتيجه ان شاء الله بحول الله. المهم كيما كتشوفوا هنايا انا كنقطعو من الجزر، ما عرفتش واش غادي يخلف ولا ما يخلفش. كنظن انا المعدنوس ما كيخلف غير الا كان الجزر ديالو غليظ، داكشي هذا الشيء راه ضعيف، مازال ما خليتوش كاع يكبر. ما عليناش، حتى راني محتاجاه ما عنديش، داكشي علاش قلت خلي غادي نقطع شويه باش يعني نستعمله، وغادي ندوز باش نقرضه ان شاء الله بحول الله. واحد الاخت قالت لي خليك في داكشي اللي كتعرفي، انا ضروري نجاوب باش كنرتاح. داكشي اللي كنعرف راه ما كنتش كنعرف له، يعني انا عرفتها كتقصد البريكولاج وداكشي زعما وهادشي ديال الديكوراسيون، ولكن راه ما كنتش كنعرف، رانا تعلمت داكشي. وحتى الطبخ راه غادي نقدر نتعلم له مع الوقت ان شاء الله بحول الله، الا درت في راسي، لان كيما قلت لكم من قبل اي حاجه بغيناها ودرناها في راسنا راه غادي نوصلوها. المهم كيما كتشوفوا قرطت هذاك الربيع ودرت داكشي اللي موجود عندي ديال الدجاج، والبصله في الاول درتها هكا شرائح، ومن بعد رانا ما عجبتنيش، وفاش دبالت شويه قرطتها بلالوش غير في وسط من هذا. الزيت رانا درت من الاول، ماشي هاد الجغيمه اللي درت كنت دايره من الاول، وزدت واحد النغيزه. القزبور درت معدنوس معدنوس درت واحد الكميه دابا، والكميه الاخرى غنديرها من بعد. صافي ما زدت لا ما لا والو. غادي تشوفوا شويه الكبده، شويه العنق، شويه الجنيوحات، الفخيضات، الطارو، لان الفخيضات حنا غير كتحط الدجاجه في الدار كنطيبوهم هما الاولين كنموتو عليهم. انا وريم تتخاطفوا على الفخضه. بقى لنا هادشي، انا اضطريت انني ندير داكشي اللي مع الصدر. علاش؟ حيت ريم ما كتاكلش البسطيله للاسف، ما كتبغيش حاجه حلوه تخلط مع المالحه، ما كتبغيش القرفه. المهم داكشي باش ما كنطيبش بزاف انا، وداكشي باش كتشوفوني كندير بزاف البيتزا، لان هي اللي كيبغيوها كاملين وكناكلها معاهم. انا بالنسبه ليا كناكل كلشي، تحطوا لي حتى الحجر معسل غادي ناكلو. وملا هما كيتشرطوا، داكشي علاش كنضطر انني نبقى في داكشي اللي كيبغي، وطاجين، بيتزا، شي خبز معمر، صافي هادشي اللي كيبغي. ما عليناش، المهم لقيت واحد مولاي العظم قدو قداش دابا باش اللي ما زهقش. المهم قلت لكم قرطتها غير تما وخليتها طابت غير في الماء ديالها ديال البصله، رانا ما زدت لا ما لا والو، درت نار مهيله وخليتها. فاش بغيت نقص المرقه ما بغيتهاش تنشف، نقصتها باش نخليها لريم تاكلها مع اللحم. صفيتها منها شويه، صفيت زعما منها شويه، ودرت البيض مع هاد البصله وداك الشيء شحرتهم ايوا صافي. ودرت البيضه الثانيه، كنت باغي ندير ثلاثه وقلت ليش يبان البيض اكثر من البصله، حيت البصله اصلا ما كثرتهاش حيت اللحم قليل. المهم تجربه وصافي، انا قلت لكم راه غادي نبقى غير كنجرب. واللي جربتها راه غادي نبارطاجيها معكم باش المبتدئين بحالي يتشجعوا حتى هما وينوضوا يصاوبوا. انا قلت لكم راه هضرت معكم من قبل وقلت لكم الناس المجهدين قبلوا علينا ولا ما تدخلوش باش تعصبوا. المهم انا ما عنديش اللوز، درت غير الكاجو والقرقع هما اللي موجودين عندي، هرمشتهم ودرت لهم السكر والقرفه، وقال لي وخي في الاخر غادي نزيد العسل. عندي واحد العسل ديال الدغموس، هي حاره ما كنقدرش ناكلوها بوحدها، داكشي علاش قلت غنبقى ندوزها في الماكله صحيه بعدا. المهم هادشي اللي كاين، بغيت قال لك نعجنها مع هادشي وخصها بزاف كميه كثيره حتى هي، ودرت غير واحد المعلقه. وفاش بديت كنحط في وسط البسطيلات كنحط واحد طريف من هذيك العسل وصافي. هادشي اللي كاين، صافي هادشي اللي كاين، هادشي راه وجد. واش غنقول لكم، تهرس لي الظهر، كون بنيت دار وما نصاوبش بسطيله. والله يا تمار الله يكون في العوان، زعما دوك القنوات ديال الطبخ. والله الا كنقول لكم شابو، شتي انا التمر كاع اللي كنضرب تهلكت في هاد الطبخ والله العظيم. وزيد عاد الموال،
المهم مازال كنفكر ان شاء الله ندير شي ميني لاف فيسيل تحت من هذاك الليفي، حتى نقدر نشريها ان شاء الله، ونشريها باش تعاوني، لان كانت عندي الصراحه وكانت هز علي. المهم بالنسبه للورقه راني عاودتها، شكرا لكم على النصيحه، قلتوا لي ندير الباماغي، وصراحه زوينه الفكره. كما قلت لكم راه ما كيكونش عندي الوقت باش ندوز على القنوات ونقلب ونتفرج في لي فيديو، والله ما كيكون عندي الوقت. المهم رانا عاودتها وصدقات زوينه كما كتشوفوا. المهم الحمد لله راه جات مزيانه، والباماغي كيعاون صراحه. المهم كندير الحشوات بهذا الشكل هذا، طبقه فوق طبقه، وعاد كما قلت لكم كنهز واحد طريف ديال هذيك العسل وكنديرها في الوسط. صافي هادشي اللي كاين. المهم راه خرجت لي غير 4 ديال الميني بيتزات شتي، كنهضر غير بالفيزانه بسطيلات. صافي ودرت البيض باش نفيكسيهم، يعني هذاك الجناب التحتانيين كنهضر غير بالفيكساسيون. يا هذيك تا هادو غادي نفيكسيهم، خصني الفيسوز. المهم صافي هي هادي، الحمد لله درت لها الزبده من الفوق، دهنتها مزيان باش تقرمش، والعافيه رانا درت ما قلتش باش 150 درجه ولا ساعه الا ربع هي كطيب. ومهم دابا درت خلاص السكر كلاصي قبل ما ندخلها الفران، وغادي نزيد واحد شويه ديال المهرسات الفوق، زدتهم فوق منه صافي، وغادي ندخلها الفران باش تطيب على خاطر خواطرها. وصراحه كنت متخوفه، كنقول ما نعرف واش تصدق زعما. ليه قال لك بغيت ندير شويه الزواق وداك الشيء شويه، قلت لا لا عسير عسير عسير. المهم هي هو المذاق، التفنن نعرفه له من بعد. وجيبه قال لك بغا نكتب الزاد والحاله، ولكن قلت بلاش. المهم هي هادي، بعد ساعه الله رب طابت. بالنسبه للعصير درت الليمون مع البنان، طحنتهم في الاول مع شويه السكر ولي غلاسون شويه الماء، من بعد عاود طحنت ديال الفريز بوحدو. صراحه كنت باغا ندير كل واحد بوحدو، ولكن ما عنديش شي كاس اخر بحال هذا، داكشي علاش خلطتهم في الاخير. درت عاود الفريز مع البعويد ولي غلاسون وخنيشه د الفاني، المهم خلطته كامل وجا مزيان. دابا نشوفوا السي سليمان اش غايقول. هاك دوك عطينا رايك. يا قلنا لك ذوق عطينا رايك، ماشي شبع عطينا رايك. كاين المعنى غيري صح، زعما في نظرك انت ماشي ها زين. عطيني النقطه باش نتشجع، حتى انا راه تلميذه. جات مقرمشة الحمد لله. تمت العملية بنجاح. الحمد لله. المهم صافا عليا، غنقولو صافا عليا، وان شاء الله نعاودو حتى نتعلمو. المهم شكرا على المتابعة وعلى تعليقاتكم الزوينين. الفيديوهات المقبله ان شاء الله غادي نكملوا الرحيل، لان بقاو لي يعني الحويجات ديال الخدمه ديالي خصني نستفهم، داكشي راه غادي نبارطاجيه معكم باش ندوزو ان شاء الله نصاوبو الفران البلدي قبل ما يدخل رمضان، لان الا دخل رمضان راه انا باغيه الفران البلدي ان شاء الله. يلا تهلاو لي فراسكم، وشكرا بزاف على جميع التعاليق الايجابيه، وتلاقاو ان شاء الله مستقبلا. السلام عليكم.